أهلا بكم، البداية دائما من كورونا. ارتفع اليوم الأربعاء عدد ضحايا فيروس كورونا في كل من السعودية والعراق ومصر والإمارات وفق إحصاءات رسمية، بينما سجل معدل الوفيات انخفاضا في كل من إيطاليا وبريطانيا. نستعرض معكم هنا آخر الأرقام التي سجلتها منظمة الصحة العالمية حول أعداد المصابين والمتعافين والوفيات. شخص من إقليم يونان جنوب غربي الصين إثر إصابته بفيروس هانتا في الوقت الذي بدأت البلاد تشهد انخفاضا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المصنف عالميا بالجائحة. ذكرت صحيفة ذا جلوبال تايمز الصينية إن المريض بفيروس هانتا توفي أثناء عودته من عمله إلى مقاطعة شاندونغ قادما في حافلة تضم 32 راكبا. أضافت الصحيفة أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة للركاب للتأكد إذا ما كانوا مصابين بفيروس هانتا كإجراء احترازي. ولمناقشة ما يجري في الصين حول هذا الفيروس الجديد أرحب بضيفي معي عبر سكايب الدكتور خالد الشفي استشاري أمراض المعدية والأوبئة. أهلا بك معنا دكتور. أهلا. نعم دكتور، ما طبيعة هذا الفيروس؟ الفيروس ولا داعي للقلق وخلط الأوراق، هذا هانتانا فيروس، هذا مرض متوطن ومعروف في أمريكا الشمالية ومعروف في أمريكا الجنوبية وكذلك في جنوب شرق آسيا. مرض هانتا فيروس ويستقر في الجرذان والقوارض وربما في بعض الأحيان الكلاب، لكن أول ما عرف هذا المرض هو أثناء أو بعيد الحرب الكورية، يعني في بداية الخمسينات. يكون المرض على شكلين، أما يكون على ذات الرئة الذي يشبه الكورونا أو على شكل حمى نزفية في وست أفريقيا في جنوب
في غرب أفريقيا وجنوب أفريقيا، في جنوب آسيا ينتقل. طيب على كل حال نشكرك، شكرا جزيلا. بواسطة الدكتور خالد الشافي استشاري الأمراض المعدية والأوبئة، كنت ضيفي عبر سكايب من لندن، وأعتذر عن هضاءة الصوت من المصدر. ما كتب أو نشر حتى الآن حول هذا الفيروس في الدقيقة التي تحدث فيها الدكتور خالد، الفيروس ليس خطيرا، الفيروس ليس كورونا وليس إنفلونزا، ينتقل من الحيوانات من الفئران وما شابه، ولم ينتشر على نطاق واسع، الفيروس متواجد منذ عام 1993، وهناك عقار واضح للتعامل مع هذا الفيروس القديم الجديد، ولكن يبدو أن كرونوفوبيا حالة الخوف المتواجدة الآن ألقت بظلالها على فيروس هانتا أيضا. إلى الأردن، حيث بدأ المواطنون صباح اليوم الخروج من منازلهم للتسوق من المتاجر وأفران الخبز والصيدليات القريبة سيرا على الأقدام. جاء ذلك بعد قرار السلطات تخفيف إجراءات حظر التجول لثماني ساعات يوميا. وللتعليق على المشهد في الأردن أرحب بضيفي عبر الهاتف النائب الأردني المعارض الدكتور أحمد الرقب، أهلا بك معنا. طيب حتى ينضم إلينا الدكتور أحمد، نتحول إذن إلى ليبيا، حيث أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد لمواطن سبعيني عائد من السعودية، وذلك بعد فحصها من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني. للمزيد حول إجراءات السلطات للحد من تفشي هذا الوباء في ليبيا أرحب بضيفي عبر سكايب الكاتب والصحفي عبد الله الكبير، أهلا بك معنا. سيد عبد الله أهلا بك معنا. طيب ليبيا إذن تتحدث عن أول إصابة في فيروس كورونا، ربما كانت من البلدان العربية القليلة التي تأخر ظهور فيروس كورونا فيها بشكل كبير. مصر لديها أكثر من 400 حالة، الجزائر أيضا، تونس الأعداد في ارتفاع مستمر، الدولة الأولى عربيا هي قطر في عدد الإصابات بفيروس كورونا. في الأردن المشهد يعني يتأرجح ما بين فرض حظر التجوال والإجراءات التي حدثت ونزول الجيش الأردني إلى الشوارع وفرض حظر التجوال بالقوة ثم السماح لبعض المواطنين بساعات محدودة، القرار له وعليه، هناك انتقادات كبيرة لهذا القرار لأن احتكاك الناس مرة أخرى والاختلاط ربما يؤدي إلى انتقال وانتشار الفيروس بشكل كبير. أما في ليبيا كما ذكرنا فنحن نتحدث عن الحالة الأولى في ليبيا، هناك هدنة في ليبيا تم خرقها ولكن تظهر أول حالة لكورونا. أعود للأردن مرة أخرى، ينضم إلي عبر الهاتف الدكتور أحمد الرقب النائب في البرلمان الأردني، أهلا بك معنا دكتور. الصوت مش واضح. أنا أسمع صوتك بشكل جيد دكتور، أهلا بك معنا. أنا أسمعك بشكل جيد. هل يصلك صوتي الآن؟ ألو. نعم دكتور. تفضل. طيب يعني بداية، لماذا تراجعت السلطات عن الحظر الكلي؟ شكرا جزيلا على اهتمامكم، وأتمنى السلامة للجميع في الأردن وفي بريطانيا وفي إيطاليا وفي كل أنحاء العالم إن شاء الله. الحقيقة الحكومة الأردنية بدأت بداية موفقة جدا في هذه الأزمة التي يعني سببت قلقا وما زالت متواصلة للمواطنين، لكن يبدو أن هذه التجربة التي تقوم بها الحكومة الأردنية تواجهها مجموعة من المعوقات، وهذا أدى إلى التردد في اتخاذ القرار شيئا فشيئا. فقد تفاجأت الحكومة الأردنية بعد التردد في بعض القرارات في موضوع حظر التجول والسماح للمواطنين بالتسوق، وبالذات في موضوع المخابز والمستلزمات الأساسية، أن هناك أزمة خانقة جدا لم تستطع الأجهزة الحكومية استيعابها، مما سبب قلقا متزايدا وضغطا على مصدر القرار في
في خلية الأزمة للتراجع عن بعض قرارات الحظر رويدا رويدا. لكنها من جديد بعد أن أعطت جرعة لا بأس بها حقيقة من إتاحة الفرصة للمواطنين بتحصيل حاجياتهم الأساسية من الخبز والماء والغاز وغيره، بدأت تفرض مزيد من القيود الصارمة في موضوع حظر التجول، ويبدو أن هذه القيود تزداد قوة وحزما وصرامة، وهذا المأمول حقيقة، لأنه مؤسف أن هناك تزايد في عدد الإصابات. طيب، مع ازدحام الناس في المحلات، وقد شاهدنا هذه المشاهد في الأسبوع الماضي دكتور، ماذا عن المخاوف المتجددة من انتشار الفيروس؟ الحقيقة ما زالت الأمور وهي كذلك إن شاء الله تحت السيطرة بطريقة محكمة، وهناك نسبة لا بأس بها من عدد حالات الشفاء، ومن فضل الله لم تسجل عندنا أي حالة وفاة. كان هناك مريضة في حالة حرج، لكن من جديد استعادت عافيتها. هناك جهود متواصلة في المستشفيات وفي مواقع الحجر الصحي من ذوي الاختصاص. الحكومة أولا تتابع كل حالة على حدتها، تعالج الأمور بحرفية عالية أولا بأول. الحكومة تطلع المواطنين على ما يحدث من تغيرات وحالات طارئة أول بأول، وتضع المواطنين في الصورة. حالة الثقة في هذا الموضوع، الملف الصحي تحديدا، بين المواطنين وبين الحكومة يزداد تماسكا. لكن عندنا إشكالية في موضوع الحاجات الأساسية للمواطن، لأن المواطن الأردني كينونته مبنية على النجدة والفزعة. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الرقبة، نائب المعارض في البرلمان الأردني، كنت ضيفي عبر الهاتف.